عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فأنت وليها ومولاها. أصدقائنا وشركائنا ومتابعينا في قناة يوميات محامي، أهلا وسهلا بكم. كل عام وحضراتكم بخير، ونعاد عليكم الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات. في الحقيقة موضوعنا النهاردة هو رد على سؤال وردنا من أحد المتابعين يتعلق بالابتزاز الإلكتروني والتهديد الإلكتروني والمعاكسات. تعمل إيه لو جال حضرتك رسائل تهديد أو معاكسات أو ابتزاز أو صور بشكل غير لائق أو حاجات من هذا القبيل؟ تتصرف إزاي، وإيه الجهة اللي حضرتك تتوجه لها، وإيه الإجراءات المفروض تاخدها قبل ما تتوجه للجهة؟ كل ده هنتكلم فيه، بس فضلا وليس أمرا. لو لسه حضرتك ما اشتركتش في القناة ياريت تدعمنا معنويا وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد ومفيد، وياريت بالمرة تتصدق علينا بأي لايك، لأن اللايكات هي اللي بترفع الفيديوهات، والفايدة إذا كنا بنقدم فايدة تعم يعني والناس تستفيد. وندخل في حكايتنا على طول. طبعا احنا عارفين ان موضوع الشبكة العنكبوتية زي ما بيقولوا، وشبكة الانترنت، خلاص بقينا العالم بقى كله دلوقتي قرية مفتوح على بعضينا، العالم كله انت بتكلم اي حد في اي مكان في اي وقت في الدنيا. النهاردة نجاوب على السؤال وندخل في الموضوع عشان ما كترش عليكم. ايه لما يجيني رسائل تهديد او رسائل معاكسات او صور او كل الكلام ده كله، اتصرف ازاي فيها؟ اولا حضرتك لما يجي لك اي رسائل غير لائقة او تهديد او ابتزاز او حد يبعت لك صور يعني مش مظبوطة، مع الرسائل دي تيجي عامل ليها سكرين شوت تحفظها على طول وتاخدها معاك، لان ده المستند الرسمي اللي انت بتثبت بيه الجريمه، ده جسم الجريمه زي ما بيقولوا. طيب حضرتك انا حفظت الرسائل او الصور اللي جاتني، في عندي كذا طريق ممكن اتوجه ليه. في خط ساخن رقم 108، ده خصصته وزاره الداخليه لتلقي شكاوى الجرائم الإلكترونية بشكل عام. ممكن حضرتك تتصل بيهم وتديهم بياناتك وهم بيحققوا، والموضوع بياخد شكله الطبيعي. في اتجاه تاني اللي هو الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وأسيب لحضرتك الأرقام اللي ممكن تتواصل برضو عنها. بتدخل الموقع وفي طريقة معينة موجودة ومشروعة على الموقع، بتسجل الشكوى ببياناتك وبيوصلك رد وتحقيق في الموضوع. في طريقة تانية لما حضرتك تحضر شخصيا للإدارة العامة لمباحث ومكافحة جرائم الإنترنت وشبكات الحاسبات، ودي موجودة سعادتك في التجمع الخامس. حضرتك بتحضر شخصيا وبتقدم، بتاخد معاك زي ما قلنا الرسائل وسكرين شوت من الحاجات اللي جات لك والصور والكلام، سواء ابتزاز تهديد معاكسات ايا كان، وبتتوجه وبيه وبتروح وهم بيتولوا الموضوع، لان دي ادارة مخصصة لمكافحة جرائم الانترنت والجرائم الالكترونية بشكل عام. بس لازم قبل ما انسى، في حاجة مهمة جدا لازم تراعيها، انك تقدم الشكوى او تتصل في خلال 3 شهور من تلقيك الرسائل، لان بعد 3 شهور طبقا للماده 3 من قانون الاجراءات الجنائيه بيسقط حقك في الشكوى. يعني دي من الجرائم اللي بيعدي عليها 3 شهور ما ينفعش تقدم فيها شكوى او بلاغ من جرائم الكترونيه او الانترنت بشكل عام. ويعني قبل ما اختم الفيديو، لو جات لك اي رساله ما تترددش، لان انت لما بتبلغ في حاجه اسمها الردع العام والردع الخاص. لما تبلغ وحد يتمسك ويتحقق معاه وياخد العقوبة الملائمة، يرد بعد كده ما يعملش الكلام ده كله، بعد كده ما يضايقش الناس، ما يبتزش الناس، وبيكون ده رد عام للناس كلها لما تعرف ان في ناس بتقدم فيها شكاوى. والايام دي يعني السباب والشتايم والتهديدات كترت قوي على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني ممكن الاجراء ده يحد من الشكاوى ويحد من الجرائم اللي بترتكب على شبكة المعلومات الانترنت. وفي نهاية الفيديو، مش عايز اطول بقى عليكم عشان الشهر الكريم، وكل عام وحضراتكم بخير، ونعاد عليكم الشهر بالخير واليمن والبركات. لو لسه حضرتك
ما اشتركتش في القناة تدعمنا معنويا وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد ومفيد. ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.